السودان يواجه ضربة صادمة لتركيا وقطر، ولماذا نشبت الحرب على سواكن؟ ضربة موجعة واجهتها الحكومة الانتقالية في السودان للنظام التركي والقطري دفعة واحدة، وذلك بعد إعلان اعتزامه مراجعة الاتفاقات التي أبرمتها البلاد مع كل من تركيا وقطر قبل الإطاحة بنظام البشير لإعادة تأهيل ميناء سواكن الاستراتيجي في البحر الأحمر. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان إن السودان بعد عودته للمجتمع الدولي وضع استراتيجية جديدة ومتكاملة حول منطقة البحر الأحمر ستتم مناقشتها في المستقبل القريب بين مكونات الحكومة للاتفاق قبل إعلانها. وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السودانية إلى أن الاستراتيجية الجديدة قد تلغي الاتفاقات السابقة مع تركيا وقطر وسط مطالبات كثيرة داخل السودان بذلك. الإعلان السوداني أعاد إلى الواجهة فشل أنقرة والدوحة استغلال ميناء سواكن للإضرار بالأمن القومي المصري الذي كان السبب الرئيسي وراء خطوتهما لعقد اتفاق مع نظام البشير لتطوير منطقة سواكن وامتلاكها. وأشارت تقارير سابقة إلى أن تركيا وقطر المتأزمتين حاولتا التآمر على مصر وتهديد الأمن الاستراتيجي العربي مستغلتين أزمة السودان الاقتصادية تحت حكم نظام البشير. بعد خلع الرئيس السوداني عمر البشير بدأت تتكشف شيئا فشيئا مؤامرة أردوغان التركية بمساعدة حليفته قطر في السيطرة على جزيرة سواكن السودانية للتآمر على مصر وتهديد الأمن الاستراتيجي العربي بزعم الاستثمار. وأكد اقتصاديون أن دولتي محور الشر المتأزمتين بدعم إيراني الخفي استغلتا الأزمة الاقتصادية التي عانى منها السودان في ظل نظام البشير المخلوع وحاجته لموارد جديدة بعد أن كشف الحراك الشعبي السوداني عن انتشار الفساد بين أركان نظامه. وقال خبراء إن المؤامرة فضحت أطماع أردوغان في المنطقة العربية وإفريقيا ووهمه في استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية البائدة، كما أكدت حقد تنظيم الحمدين الدفين على الدول العربية القائم على عقدة النقص التي تسيطر عليه وتفضيله دعم الإرهاب وخراب المنطقة على ازدهارها. وأوضح الخبراء أن أهمية سواكن السودانية استراتيجية وأمنية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر خاصة السعودية ومصر، لكن من الناحية الاقتصادية أي استثمار فيها لن يحقق عوائد حقيقية. وبينما يصر أردوغان على أوهامه التوسعية رغم أن اقتصاد البلاد على شفا الإفلاس، تواصل الليرة التركية الانهيار لأدنى مستوياتها مع عصف بمؤشرات الاقتصاد التركي لتتراجع لمستويات غير مسبوقة بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة. ورغم تواصل انهيار القطاع الخاص القطري وتدهور بسبب شح السيولة وتدهور مؤشرات الاقتصاد نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه للإرهاب، فإن قطر مضت في إنفاق المليارات من الدولارات لتحقيق أوهام سيدها التركي في المنطقة.